الله. المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا الفتور غانم يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج حياتنا أحلى. إلى أي حد تمكن العنف من العلاقات الزوجية؟ ما هي أشكاله؟ أسبابه وتداعياته على طرفي العلاقة، على الأبناء وبالتالي على مؤسسة الأسرة. هل العنف دائما ذكوري ضحيته المرأة، أم أنه يمكن أن يكون أنثويا ضحيته الرجل؟ ثم كيف السبيل لإصلاح ذات البين حفاظا على كيان الأسرة واستقرار المجتمع؟ العنف الأسري موضوع حلقتنا هذه الليلة التي أستضيف فيها كل من الأستاذ ساسي موسى، أخصائي إرشاد النفسي وتعديل السلوك، والأستاذة ربيعة المخزوم، معلمة ومدربة تنمية بشرية. أرحب بك أستاذ ساسي. أهلا بك. أرحب بك أيضا أستاذة ربيعة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ ساسي. أبدأ معك أولا، يحظى موضوع العنف الأسري بأهمية بالغة لدى كل المجتمعات الإنسانية. بداية وكمدخل لموضوع حلقتنا، كيف يمكن أن تعرف لنا العنف الأسري؟ كويس. طبعا أول شيء السلام عليكم، ونشكر استضافتكم لنا في البرنامج الرائع هذا اللي سلط الضوء على مواضيع مهمة تهم كل فئات المجتمع. نعم. لما بنجي نعرفوا العنف في عدة تعريفات، من ناحية نفسية ومن ناحية سلوكية ومن ناحية اجتماعية، لكن أكثر تعريف للعنف بصفة عامة هو اعتداء طبعا جسدي أو معنوي يصير من الشخص المستقوي إلى الشخص المستضعف، يلحق به ضرر نفسي أو ضرر معنوي أو حتى ضرر عاطفي، مما يسبب له مشاكل تعيق اللي هي تكون النفسي بتاعه في المستقبل يعني. نعم. طيب هل ثمة فرق بين التعنيف والعقوبة على الخطأ؟ أكيد. الأب مثلا، أنت ذكرت من القوي إلى المستضعف. صحيح. الأب والطفل. الآن حينما يخطئ الطفل أو يرتكب أي حماقة أو أي شيء ويضربه والده تعنيفا وعقوبة على ذلك، صحيح، هل هذا يمكن أن نعده تحت العنف الأسري أم ثمة فرق بين الأمرين؟ كويس. لما يكون العقاب نتيجة لتعليم الطفل مثلا باش يتخطى الأخطاء نتاعه مشاكل نتاعه ما نقولش احنا عنف، لكن لما يزيد عليه حده في كل كبيرة وصغيرة نضرب فيها الطفل أو نشتم الطفل أو نحرم الطفل يتحول لعنف، لأن حاجة يعني فات حد احنا نقوله فيها. لكن لما نجي نضرب طفلي او نضرب عائلي او نوجه عائلي بغيه ان زي ما تقول نصلح من الراي نتاعها او نوجهها، هذا يعتبر نوع من جزء من التربيه ممكن. نعم. لخفض الاخطاء اللي تصير من الطفل بحد ذاتها. نعم. طيب استاذ، ما هو المعيار؟ يعني كيف نميز بين العقوبه للطفل على الخطا وبين الممارسات التي نصطلح عليها بالعنف الاسري؟ ما هو المعيار؟ كيف نقيم، كيف يعني نميز بينهما؟ المعيار حيكون واضح من حاجتين. نعم. حاجة الأولى كيف تزيد حاجة لحدة زي ما قلت لحضرتك، الحاجة الثانية ما نعطوش الفرصة للضحية أو للطفل أو لشريك للجوز أو للجوزة فرصة أنه يعبر نفسه علاش ارتكب الخطأ هذا أو المشكلة هذا. نقول أنه في مشكلة أو أنه في عنف لما في كل كبيرة في كل صغيرة احنا نبدأ نعنفه في الطرف الآخر أو الطفل في حد ذاته. نقول احنا عنف، يصبح الانسان ما عادش عنده زي ما تقول لاني ملاد امن، ما عادش في امان في المكان نفسه، ما عادش في حريه حتى في الراي او في الكلام، نقوله انه وصل للعنف يعني. نعم. استاذه ربيعه، الان نحن ضربنا مثلا للعنف الاسري بعنف الوالد على ابنائه، وذكر لنا الاستاذ ساسي مشكورا كيف نميز بين العقوبه للاطفال على الخطا وبين العنف الاسري. هل العنف الاسري هو يقتصر فقط على العقوبة وعلى العنف من الأب لأبنائه، أم أن هناك أشكالا وأنواعا للعنف الأسري؟ كيف يمكن أن تذكري لنا أهم وأبرز أشكال وأنواع العنف الأسري؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. العنف قبل ما نتكلم على أسبابه وأشكاله ألوان، احنا نتكلم على كيان اجتماعي اللي هو يتمثل في الأسرة. نعم. الأسرة هي تعتبر مثلث يحتمل الأب والأم والأبناء. فالأشكال العنف له العديد من الأشكال والأنماط داخل الأسرة العربية أو الغربية بصفة عامة. هذه مشكلة العنف تعمل العالم بالكامل وأصبحت قضية يعاني منها الكل، يعني مشكلة إنسانية، مشكلة إنسانية بحتة بالدرجة الأولى. نعم. ففي أشكال، في العنف اللفظي، في العنف الجسدي،
في العنف النفسي يعني لو بنعدده ما تنتهيش أشكال العنف يعني بمختلف أشكالها وأنواعها، وتترتب عليها طبعا نتائج وعواقب وخيمة سواء كان على الأسرة أو على الأطفال في حد ذاته. نعم، هذا من حيث أشكال العنف. أنت ذكرت العنف النفسي، العنف التربوي، العنف الجسدي، هذا من حيث الأشكال. طيب من حيث الأطراف، عادة ما هي أطراف العنف غير الأب وابنه كما ذكرت لك؟ أطراف العنف في حتى العنف المدرسي، في أحيانا الأبناء نتيجة كبر سن الأب أو نتيجة ضعف شخصية الأب أو نتيجة تربية الأم للأبناء، فينتج عن الأبناء تصرف عنيف داخل الأسرة. نعم. طيب أستاذ ساسي، وجود العنف الأسري طبعا داخل الأسرة، كيف يمكن أن يؤثر على تماسك الأسرة ومعيشة من فيها؟ هل من الممكن أن تصف لنا نماذج وأمثلة لهذه الأسر؟ أكيد طبعا، حين مشكلتنا في أكثر شيء زي ما ذكرت السادة ربيعة بارك الله فيها مشكورة، لأن لما يكون في اختلال في تكوين الأسرة بصفة عامة، سواء كان في شخصية الأب أو في شخصية الأم أو في عدم التوافق ما بين الأب والأم، أو ممكن تكون عندهم مشاكل اضطراب في شخصية الأب أو اضطراب في شخصية الأم، تصبح في نوع من الإسقاطات اللي تصير لأكثر ناس ضعفا في الأسرة، سواء كان الطفل أو الطفلة، سواء كان الجوزة، وقات تكون حتى الجوز يكون معنف من طرف الآخر. طبعا في من عدة أشكال كان بنتكلم عليها زي ما قلت حتى الأستاذة، في من ناحية النفسية، في من ناحية العاطفية، في من ناحية المعنوية. يعني العنف لا يعد ولا يحصى بالهجر، بالمقاطعة للطرف الآخر، هذا كله حسبب نوع من تراكمات أو سبب مشاكل كبيرة للشخص المعنف في حد ذاته. نعم. احنا مشكلتنا حتى الإنسان اللي يوقع عليه العنف، سواء كان احنا أكثر فئات، احنا حسب ما درنا بعض الدراسات أو بعض البحوث، لقينا أكثر فئات تعرض للعنف الأسري درجة أولى هي فئة الأطفال، وتالي المراهقين، وفي درجة ثالثة اللي هي الإمرأة بصفة عامة، وتالي حتى الرجل. نعم. نبين حتى في بعض الدراسات في بعض حتى من الرجال يتعرضوا للعنف من جوزاتهم، من مشاكل الرجال يتعرضوا للعنف من زوجاتهم. موجود اي نعم. موجود في من الرجال تعرضوا للعنف عن طريق جوزته. الله متى يقول كان والله مرتي ما تسمعش في الكلام وتخصم فيه قدام الناس وتوصل لدرجه انها حتى مرت تمد ايدها. يعني احنا عندنا في بعض الدراسات تفاجأت فيها. نعم. نحن نريد ان نتكلم عن هذا ونفتح الابواب، نريد ان نتكلم عن العنف، ايش نسميه؟ العنف ضد الرجل أكيد. من المرأة مفروض احنا دايما نقول احنا زمان المرأة معنفة تبدأ حتى الرجل حتى وراء الله يكف ترنقت في يعني مستعد. مش بنسبة كبيرة، توصل نسبة ضعيفة، يعني توصل ممكن احنا حسب ما درنا بعض الدراسات توصل نسبة لي 5-6%، يعني ما هيش الله مؤشر حوالينا لا علينا. هو مؤشر تعتبر شبه مؤشرات خطيرة شوية يعني. نعم. كان هي احنا بنسكت عليها وكان بندرس دراسة جدوى الموضوع وشين الأسباب المؤدية لها، ممكن نكون ضحية في المستقبل. حتكون في ضحية أكيد أكيد. نعم. طيب أستاذ ساسي عفوا، يعني الآن يعني تكلمنا بفضل الله يعني بشكل موسع عن أشكال العنف الأسري، الآن هذا الأسباب تأثيره على تماسك الأسرة وعلى طبيعة عيش من في هذه الأسرة. صحيح. مثلث الأسرة كما ذكرت الأستاذة ربيعة، الأم والأب والأبناء. يعني أنت من خلال هذا الواقع، هل من الممكن أن تذكر لنا نماذج لهذه الأسر المتأثرة بهذا العنف الأسري؟ أكيد. إحنا معلش في نموذج بنتكلم عليه معلش لو سمحت، يعني ومهم جدا جدا. طبعا درنا دراسة بسيطة يعني 100 شخص، كانت 50 امرأة و 50 رجل. ها. اللي طبعا عندهم مشكلة طلاق، يعني سألتهم شنو سبب الطلاق، يعني يقول لك عنف ما تفهمناش، في مشاكل في الحوش، في عنف. سألنا 50 رجل، سألنا 50 امرأة، أخذنا دراسة بسيطة، ناس مفارقين يعني مشينش للمحاكم عن طريق ناس وعن طريق يعني برامج معينة. الدراسة الأولى طبعا الرجال اللي طلقوا نسائهم على الشيء اللي صار على لسانهم، 10 منهم قالوا احنا والله كان في بيناتنا حوار عنيف في البيت لأبسط الأسباب، تكشيخ وعناد في الحوش. 15 منهم قال لك نكد والشكوى الدائمة ديما نسائنا للأكاديات وديما يشكوا واحنا ما نتناقش وما فيش وما فيش. 12 منهم قالوا الشك والغيرة، 4 منهم الخيانة الجوزية، 16 من الاستماع للجوز والعناد وأهمال البيت حسب ما قالوا الأجواز نفسها، 3 منهم تعرضوا للضرب من جوزاتهم وأهلهم وأهل جوزاتهم في الشارع. هذا نسأل للرجال. النساء اللي طلقوا 50 حتى هم هذا من المطلقات، سألتهم علاش طلقتي من جوزك شنو السبب، سألتهم بالضبط يعني 50 هذا 16 منهم قالوا أجوازنا تعاطف المخدرات
ويشربوا في الخمور بلا مؤاخذة، وهذه مشكلة منتشرة في مجتمعنا وزايدة كل يوم. 12 منهم قالوا أجوازنا يدخنوا وعندهم العصبية الزايدة والاتكالية على الجوزة، بر جيبي الخضرة جيبي الغاز جيبي المية وصي الأولاد جيبي الصغار كذا كذا. كان فديت يعني مش معقول أن يخدم الراجل المرأة في الحوش. 22 منهم قالوا الضرب على الوجه والسب نبص تكلمة، قال كان الجوز يضرب فيها على وجهي ويسب فيها صف تكنات بلا مؤاخذة. 10 منهم خيانة الجوزية، تعرف أنها مشكلة حتى انتشار اللي هو التكنولوجيا وانتشار الأشياء هذه التواصل الاجتماعي اللي مسبب مشاكل كبيرة جدا جدا. أنا حسب ما درت الدراسة البسيطة هي استنتجت أنه ما فيش تترافق من ناحية الجواز في البداية، حتى فرق العمر مشكلة راهي كبيرة جدا جدا. هي يعني هي سلسلة، سلسلة مرتبطة ببعضها من النشأة، من نشأة هذا الطفل وهذه الطفلة إلى مراهقتها إلى زواجها إلى ما بعد الزواج. هي سلسلة يعني لابد من الإعداد المبكر ويعني التركيز على هذه الجزئيات منذ الطفولة. يعني هذا الشاهد اللي ذكرته، يعني المشكلة حتى في الجواز في حد ذاته التوافق الجوازي ضعيف جدا جدا. يعني درنا دراسة في 2004 يعني في على مستوى مدينة ليبيا، مدينة ليبيا على مستوى مدينة ليبيا بصفة عامة. يعني في 2004 نفكر فيها في ذلك الفترة درنا برامج 2004 2005 2006، يعني سنويا حالات الطلاق سنويا توصل من 700-800 حالة في الشهر على مستوى ليبيا، وهذه أرقام مهولة. في سنة 2012 و13 و14 و15 يعني سنويا حالة الطلاق تتجاوز 800 وكسر حالة في كل شهر، وهذا رأي مؤشر خطير جدا جدا. لما قامزنا وسألنا ودققنا درنا دراسات مبدئية، لما قامزنا كمان دراسة هي هي نسبة 90% ضعف التوافق الجوازي. السن ما بين الراجل والمرأة تلقاه في الستينات واخذها في التسعينات، من الثمانينات واخذها في نعم. نحن يعني نريد أن نركز كثيرا كل اللي ينشأ منه عنف يعني نعم الآن أنت أثرت جزئية مهمة جدا وهي صحيح. العنف ضد الرجل. أنا لا أريد أن أورطك بهذا السؤال، سأضعه في ملعب الأستاذة ربيعة. لا ورطني في شيء مشكلة، هي التي تجيب. أستاذة ربيعة، هل العنف خاص أو خاصية رجالية فقط؟ قبل ما نتكلم على العنف أنها خاصية رجالية، هي كلمة الخاصية ماذا تعني لغويا؟ تعني ميزة. نعم. هل العنف ميزة يتميز بها الرجال؟ للأسف مجتمعاتنا العربية دائما الرجل هو القوي، الرجل هو رب الأسرة، القوام الرجل، فالتصقت به صفة العنف. نعم. بالرغم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة في ذلك آيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. المشكلة تكمن في أن نقوله زي ما نقدر نقوله إحنا موروث، أو هي عملية برمجة. نعم. تبرمج عليها الزوج أو الزوجة. إحنا ديما نقول الزوجة ضحية أو الزوج ضحية. الزوج نعتبرهم، يعني عن نفسي شخصيا نعتبرهم ضحية. ضحية لموروث ثقافي، موروث اجتماعي، تربية. نعم أستاذة ربيعة عفوا. نعم. يعني نريد يعني إجابة هكذا يعني واضحة. هل العنف خاصية رجالية فقط أم أن هناك نساء عنيفات؟ يوجد نساء عنيفات. إحنا قبل ما نقول يوجد ولا يوجد، في أسباب تجعل من هذا الرجل عنيف وتجعل من هذه المرأة عنيفة، ترجع نعم. لعديد من الأسباب اللي تكرم بها الدكتور ساسي. نعم. طيب أستاذة ربيعة، عنف الزوجة نعم. ضد الزوج هي ظاهرة لطالما أقفلت عليها الأبواب في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. نحن نريد أن نفتح الأبواب، حدثيني عن حقيقة وجود عنف ممارس من الزوجة ضد الزوج. ما حقيقة انتشار هذه المشكلة في مجتمعنا الليبي؟ هي أصبحت ظاهرة، انتشرت بقوة، ظاهرة بل نستطيع أن نقول أصبحت متفاقمة. احنا مشكلتنا مشكلة الزوج أنه هو لا يبوح بأن لديه مشكلة مع الزوجة، نقدر نقول عنف من الزوجة ضده. نتيجة نرجع لحكاية العادات والتقاليد والقوامة، وأن الرجل هو السيد وأنه هو رب الأسرة وأنه هو المسؤول، فيرى في ذلك الأمر حرج أن يبوح بأنه متعرضا للعنف من قبل زوجته. نعم، أنت ذكرتي من خلال كلامك أنها أصبحت ظاهرة، هل من نعم. المعقول يعني هذه الممارسات ترتقي لأن تكون ظاهرة في مجتمعنا؟ نعم. البعض يعني قد يستغرب في الحقيقة. نعم، هي موجودة وبشدة بدأت في السنوات الأخيرة،
ويتم التكتيم عليها. نرجع لنقطة أن العادات والتقاليد والظروف نعم. وقعنا الاجتماعي الليبي لا تسمح بالبوح بمثل هذه الأمور. نعم. طيب أستاذ ساسي، البعض صنف أو اعتبر العنف الممارس من الزوجة على الزوج حالة مرضية، والبعض عده نتاجا للمساواة بين الرجل والمرأة والندية بين الرجل والمرأة، كيف يمكن يعني أن نوضح هذا؟ كويس. طبعا أي إنسان طبعا يصدر منه عنف سواء كان رجل أو مرأة، لما تجي دراسة حالة في حد ذاتها تلقى الشخصية هذه ما هي الشخصية السوية، تعاني من اضطرابات في الشخصية في حد ذاتها، ممكن الإنسان يعاني من ضغوطات أو يعاني من مشاكل، يحاول أن هو يلقى مخرج زي ما تقول أو مكان يفرغ فيه المشاكل متاعها في جوزته، ممكن تكون في العوامل أو الأسباب اللي تخليه هو عنيف الإنسان، هو مثلا عنده ضغوطات أو مشاكل معينة، طرق التعبيرية وطرق التواصل مع الطرف الآخر تكون ضعيفة، مما تؤدي أنه يعبر عن نفسه بطريقة العنف. إحنا نرجح له إحنا كناس متخصصين في النفس أن هي شخصية تكون مضطربة أو شخصية تعاني من مشاكل نفسية وتعاني من ضغوطات تسبب مشاكل للطرف الآخر اللي تلقى فيه. إحنا نقول فيها بالليبي زي شخص مبب عليك، يعني فهمت كيف يديرك في الأمور هذه بحيث أنه هو يعني يلقى نوع من المشاكسة للطرف الآخر. نعم. ويمارس عليه العنف. حلوة هذه. وأكيد هذا الشيء اللي موجود إحنا نلاحظه فيه يعني فهمت. طبعا إحنا معظمهم اللي يجونا يشكو من رجالتهم راجل صعب وعار، لما جيت قامز مع رجل تلقاه مببي عليه مرته مببي، او هي تلقاها صعبه مدار مشاكل مع رجل تلقاه هي مببي عليه رجلها. يعني نحتاج لترجمه لهذه مببي عليه بالليبي هذا، انت مش بالكلام الدغري هذا بالليبي، هيك بالليبي. طيب من الناحيه العلميه ان هم الناس متعودين على بعضهم، ان كل واحد يعرف دفاعات الطرف الاخر ويعرف نقاط القوه ونقاط الضعف، وهذا هو شيء صاير لهم بالضبط. احنا ديما نرجح العملية ان هو ضعف التواصل ما بين الطرفين ينشأ من نوع من العنف. احنا مشكلتنا ما عندناش طريقة اللي هي اللي نسوفها الحوار اللي طريقة الاستماع بالعقل، ما عندناش. نعم. كلها بالمقاطعة، كل واحد بيفرض رأيه متاعها في الأول. طبعا هي حتى العنف له درجات فهمت كيف، والنمو العنف في الإنسان له مراحل، ما يجيش العنف طول أكيد، في أشياء مقبلة هي اللي خلت الإنسان يوصل لدرجة العنف. صحيح. خليه صحيح. هو تطلع من الأسلوبيات هذه اللي هي احنا تسبب له نوع من اللي هي ممارسة الأشياء اللي ما يتحملهاش الطرف الآخر يعني. نعم. الآن الندية والتساوي في الحقوق بين الرجال والنساء. صحيح. ما تدعو إليه مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الدولية، هل يمكن أن يكون هذا سببا في عنف الزوجة على زوجها؟ أكيد أكيد أكيد. إحنا نسوي هل يمكن أن نعتبر هذا حالة مرضية؟ يعني امرأة تضرب زوجها، هذا شيء عجيب. صحيح. حالة مرضية، تخش في حاجة غير سوية. صحيح أكيد حالة مرضية، لكن هي حالة سوية وعقلها بالكامل. إحنا نقول توصل درجة تمد إذا لو كان مببي عليها هو. نعم. إذا كان هو مببي عليها وضرباته حتى هو مشكلة زوز، من أنه حالة مرضية عنده زوز أبو علاج الزوز. أكيد. نعم أكيد. صح. بالنسبة اللي هي تأثير وسائل الإعلام لها دور كبير جدا جدا، ثقافة الداخلية الندية، مثلا الجوزة تشتغل والجوز يشتغل، مش ضد الجوزة تشتغل، مثلا تلقى الجوزة المعاش متاعها أكثر من معاش رجلها، حتى ممكن تستغل في استفزاز، في بعض الكلمات الاستفزازية تخلي جوز توصل بالدرجة أنه يمد إيده أو يعنف جوزته. يعني هلبة قصص إحنا جينا بهذا الشكل للأسف الشديد. أن كلنا نرجح الموضوع لأن التفاهم رأي مهم جدا جدا، وأن الإنسان لما يكون الأسرة في حد ذاتها سواء كان من الجوز أو الجوزة ما يكونش في تفاهم بين طرفين حينشأ في عنف، حتصبح في دائرة مغلقة ما بين الجوز والجوزة، حيتطرقوا شنو للعنف كحل بديل أو كحل نهائي لنهاية لتوقيف الصراعات ما بيناتهم أو المشاكل بيناتهم. نعم. ليش العنف يزيد كل يوم؟ الضغوطات اللي تصير على الناس بصفة عامة سواء كان على الأب أو الأم. نعم. غلاء المعيشة، غياب. نعم. الأب والأم ساعات طويلة في البيت سواء كان. نعم. سنتكلم عن الأسباب بشيء من التوسع إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل. شاء. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصله بعده بإذن الله، فحياكم الله. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن العنف الأسري، ونتكلم بالتحديد عن العنف الذي تمارسه المرأة على الذكر وعلى الرجل وعلى الزوج. أستاذها ربيعة، ما طبيعة نوع العنف الذي تمارسه المرأة على الرجل، وهل هناك إحصائيات داخل مجتمعنا الليبي تبين مدى وجود هذه الظاهرة ومقدار هذه الظاهرة؟
هناك أنواع من عنف تمارسها الزوجة على زوجها، منها العنف اللفظي، منها العنف النفسي، تمثل في الإهمال، أحيانا حتى الصمت يعتبر نوع من أنواع العنف اللي تمارس الزوجة على الزوج، تحسسها بعدم الاهتمام والإهمال، فهذا يخلق نوع من الاستفزاز ويخلق من نوع من الجلد بالنسبة للداخل بالنسبة للزوج. نعم، إذا العنف من الزوجة على الزوج لا يذهب يعني عقلنا لبعيد، ليس بالضرورة أن يكون عنفا جسديا ضرب، يعني ربما يكون عنف نفسي أو كما ذكرت أنت من أنواع. والله هناك في بعض المجتمعات يصل إلى مرحلة الضرب. نعم، هل وصل في مجتمعنا إلى هذه المرحلة؟ والله لحد الآن ما زال إن شاء الله، نسأل الله أن لا يصل. الحمد لله. طيب. نسأل الله أن لا يصل. طيب أستاذ ساسي. نعم، لا وصل. أنا لما قلت قدرت برنامج على 100 حالة اللي طلقوا نسائهم أو يطلق جوزها، وصل للضرب. يعني لما تمشي المحاكم يعني عدد لا تحصى من الأجواز اللي مدوا يديهم على جوزاتهم. هذه أوكي، يعني زوج ضرب زوجته هذه كثيرة، لكن الزوجة تضرب زوجها في أعداد، في ضد الأرقام. أنا قلت لك النسبة حسب ما خدمنا عليها توصل من 5-6 في الألف توصل، وهذا رقم خطير، ما هوش بسيط. يعني كل 1000 رجل من بين 5-6 رجال عرضوا الضرب، مش يروحوا يضرب فيه القدراش، ضبح على اخوتها ويتفلوا فيه الزوز راحي من جهتي. طيب استاذ اساسي، الان تحول المراه في عصرنا، عصر التقدم والتطور، من ضحيه الى جان. صحيح، لا شك ان هذا له اسبابه القويه. نريد ان نتحدث عن اصل هذا التغير واسبابه في شخصية المرأة في مجتمعنا. المرأة التي كانت غلبانة مسكينة ضحية الآن أصبحت هي الجانية مسيطرة. الجانية طبعا هذه حالات، نحن نتكلم عن حالات شاذة، حالات معينة، لا نتكلم عن كل نسائنا. إيه طبعا. نعم. أشرت الكلام دائما، ما قلتش الكل، قلت كل بعض توصل نسبة من 5-6 في الألف يعني توصل. طبعا مشكلتنا احنا شيء، اول شيء الابتعاد عن الدين، ديننا الحنيف الدين الاسلامي، هذه راهي مشكله حتى هي مسببه مشاكل كبيره سواء للرجل او الامراه. ثاني شيء الابتعاد حتى على العادات والتقاليد الليبيه القويمه اللي تخلي الامراه لها مرتبه ولها مكانه، والرجل له مكانه وله مرتبه، الرجل له ادوار نتاعه والامراه لها ادوار نتاعها. تو احنا شنو صاير؟ ضغوطات الحياه ومشاكل الحياه اللي تصير، والاسره في حد ذاتها ومضطربات الأسرة، صار في تداخل في كل شيء، صار في تداخل، ما عادش فيك التواصل ما بين الرجل والمرأة، ما عادش فيك التواصل ما بين المرأة مع راجلها، الراجل مع مرته، المرأة مع صغارها، الرجل مع صغارها، كلها حيولد ضغوطات وتراكمات تنشأ توصل بهم درجة لدرجة العنف لتفريغ اللي هي شحنات الزايدة اللي عندهم ضغط طبيعي. جميل جميل. دعني أنتقل بهذا للأستاذة ربيعة. الآن تحمل أعباء الحياة وثقلها وكثرة المشاكل على المرأة، هذا الكبت وهذا الضغط في يوم ما سينفجر. نعم. وقد تتعلم المرأة العنف من الرجل، كيف يمكن يعني أن تبيني لنا هذا؟ أكيد هو خروج المرأة للعمل، تاخذ دور آخر بإضافة لدورها داخل بيتها وفي تربية الأبناء، بإضافة أن بعض الرجال التكاليين يصبح العبء بكامله على كاهل المرأة، هذا بيولد نوع من الانفجار. طبعا تحمل تحمل تحمل، بعد التحمل ممكن يوصل لمرحلة المرأة تكون عنيفة، مش بالضرورة انها تضرب الزوج، لا تكون عنيفة لفظيا، او يصير لها نوع من اللامبالاة او الاهمال للزوج، تزرع في نفسها القناعة من الداخل اني هيك والله هيك، يعني الرجل وانا المرأة في البيت، فما فيش داعي لوجودها داخل البيت. نعم. طبعا بيأثر على الكيان الأسرة بالكامل. نعم، هل ممكن ان تتعلم المرأة هذا العنف من زوجها؟ نعم نعم، هو هي لا تتعلم من زوجها، ولكن الأثر الذي يتركه العنف من زوجها ينتج عنه عنف منها هي. نعم، إذن من الممكن أن يكون العنف ضد الرجل هو رد فعل من المرأة عن إساءات يعني عبر السنين، كحالة انتقامية هكذا من الرجل، يوم أن يضعف تحصل الفرصة فيه. أحيانا تراكمات، أحيانا نتيجة التربية اللي تلقتها الزوجة، ممكن كانت تشاهد في الأب يضرب في الأم، وكانت عايشة في وضع اجتماعي غير سليم، دار لها تأثير نفسي داخلي، فهي تنفس على التربية هذه اللي تربتها والأثر هذا اللي في داخلها من خلال ترجمة تطبق فيها لزوجها. نعم أستاذ ساسي، هل يرتبط العنف أيضا باستقلالية المرأة اقتصاديا عن الرجل؟ وأقصد هنا
المرأة العاملة وتفوقها أحيانا على الرجل من الناحية المادية والناحية المعنوية، والذي ممكن أن يجعل منها صاحبة قوة وصاحبة سلطة، هل ممكن هذا أن يكون سببا رئيسيا في العنف؟ أكيد إحنا نقول سبب رئيسي، لأن العنف لعدة أسباب، سبب فرعي يا سيدي. أيوة، كلها مرتبطة في بعضها ارتباط زي السن بالضبط. صح، يعني حتى سبب هذا رأى لي دور كبير جدا جدا، لما الإمرأة تستقل على الجوز، لما عادش فيه مثلا شخص ثاني تعب عليه في أعباء الحياة، تحس في نفسها أنها هي تقدر توفر كل شيء، تتطرق توصل لدرجة العنف هذه. لما تشوف الأخطاء تتكرر من الجوز كذا مرة، أنها مهمل في واجباتها البيتية مع صغارة مع البيت، مش متحمل مسؤولية، وأن هي قادرة أنها تجيب توفر المادة أو الأموال، توصل لدرجة أنها تعنف جوزها بكم باللفظ مرة اثنين ثلاثة، يطر عليها جوزها ممكن يحاول يضربها، ممكن تحاول أنها ترد عليه. وزي ما اشرت الاستاذه، حتى التربيه لها دور في الاسره، في تنشئه الاب والام في مشاكل زي ما تقول في مرحله الطفوله نتاعهم، ممكن تراكمات ممكن تخليهم يتعرضوا لاشياء زي هذه. وزي ما قلت حضرتك، هذا من الاسباب حتى تخلي الجوزه تعنف جوزها. اكيد نعم، هذا يعني قد يفهم منا البعض الان ممن يشاهدنا من الرجال، يعني الا يسمح لامراته بالعمل، او حتى ان سمح لها بالعمل او بالتعليم، يعني عند ليفل معين لا يسمح لزوجته أن تتجاوزه. صحيح. من ناحية المادية أو من ناحية العلمية، يعني هل يفهم من كلامك هذا؟ لا معلش، ما نقول لك شيء، أقول لك حاجة، مش إذا كان في يوم من الأيام يكون ضحية، مشكلة. مش كل النساء اللي تشتغل واللي زي ما تقول تحصل مبالغ مالية كويسة إن هي تعنف جوزها، لا، وقالت تلقى حتى ربة بيت تلقاها وما تشتغلش، تلقاها لك هدية في الحوش ومدعت مشاكل. فهمني كيف؟ احنا نسمي فيهم اللي هم الهجوميين من الناحيه النفسيه، لان في انواع من الشخصيات ممكن حتى لها دور ان هي جوزها زنول يفد منها بالهيبي وتصير مشاكل، كلمه مني كلمه منك، وتكبر المشكله وتتجه للعنف. يعني مش كل من الشغل النساء كلهم يعنفوا في اجوازهم، لا، هذا ما هوش معيار. انا لما شفت معايير تلقى حتى النساء ما تلقاها ما تشتغلش وقاعده في الحوش، كان طبعها نكدي. طيب، هي الاهمال المراه لزوجها هذا عنف لا شك. أكيد، ما هو العنف في منه عدة أنواع. نعم. من ناحية نفسية، من ناحية عاطفية. طيب، نحن هذا اتفقنا عليه، يعني هو أنواع، وإهمال المرأة لزوجها هو نوع من أنواع العنف. أكيد. الآن المرأة العاملة التي تخرج من الصبح للساعة 2 أو الساعة 3 أو 4، هذه لا شك مقصرة في حق زوجها. أكيد حيكون في نوع من التقصير. وفي حق أبنائها، يعني هذا الرجل أمتى بيتغدى؟ أبناء أمتى بيتغدوا مثلا؟ صحيح. الصغار لما يروحوا من المدرسة، من سيستقبلهم؟ من بيوكلهم؟ من بي هو شو بنقول لك؟ بالنسبه لي تو عندهم يروحوا الساعه 12 11 يروحوا، الحمد لله يروحوا الساعه 2. نعم، من الوضع اللي صاير في البلاد باهي، ما نعرفش كان بيدير بيضبطوا ساعات العمل، نصهم حيغيب، يعني نصهم حيبطلوا حيقعدوا في الحوش. انا كي اللي نشوف ليس فيه. الان فقط احنا عايشين يعني عايشين في المجتمع الليبي وعارفين شن صاير. صح، لما كنت تكون الجوزه او الجوز متباعد فتره طويله على المنزل حيصير في قصور، صح، فجوه، والفجوه شو بيغطيها؟ بيغطيها المغالطه، عدم الفهم، عدم التواصل، حتصبح في مشكله في المستقبل. يعني ما احنا ما نحطوش اللوم غير على المراه، نحط اللوم حتى على الراجل. وقت الراجل من غلاء المعيشه والامور الاقتصاديه اللي تمر بها البلاد وظروف الماديه تمر بها الاسره، تلقاه يخدم، يطلع الساعه 8 الصبح باهي في الشغل نتاع مثلا، يروح الساعه 1 ونص 2، بيرتاح ساعه ساعه ونص، مدير لي مثلا عنده سياره يخدم عليها، بيطلع من الساعه 3 الظهر، بيروح المغرب، وقات محصل الدكان اللي يخدم فيه حتى هو من الساعه زي ما تقول 9 في الليل يجيب له الساعه 1 في الليل، حتى تصير له مشاكل، انا تعبان، مش فاضي، راسي وجع فيا، مش وقته. هذه كلها تعطي اشارات، تعطي ثغرات ثغرات ثغرات، باش تعبى بالعنف، بالمغالطه، بعدم الفهم، بتقاذف الكلمات، بالنهر، بالتكشيخ، بلا مؤاخذه، بالسب. هذه كلها حتسبب عنف وتسبب مشاكل. نعم. ديما نقول راهو اكبر ضحيه للعنف الاسري راهو الطفل والطفله اللي يعيش فصل الاسره هذه، كل ما يتوفرش ملاذ امن لهم. نعم. كل ما يكونش في تواصل حتصبح في مشكله. نحن ان شاء الله سنتكلم عن هذا بتوسع، يعني سنعطي الموضوع هذا حقه مهم جدا، يعني أكيد. ان نتكلم عن العنف الواقع على الابناء، حتى تاثير العنف من الزوجه على زوجها او صح. الزوج على زوجته، هذا له تاثير مباشر على نشاه هؤلاء الاطفال الغلابه المساكين. اكيد. طيب الان استاذه ربيع، عمر الرجل وربما يعني عجزه ان كان عاجزا، هل يلعب دورا في تفاقم عنف الزوجه على زوجها؟ نعم، يلعب دور طبعا. هذا يرجع نرجع لاصل التربيه، ونرجع لذاتيه المراه نفسها، لو هي عندها استعداد فعلا انها تكون عنيفه مع الزوج. طبعا فرق السن بين الزوجة والزوج ليه تأثير كبير من حيث اختلاف الفكر واختلاف الثقافة واختلاف المعاملة، فينشأ ثغرة أو تنشأ ثغرة وينشأ فراغ عاطفي أحيانا بين الزوج والزوجة، يترتب عليه العديد
من المشاكل أو من التعنيف من قبل الزوجة للزوج أو من قبل الزوج للزوج. نعم، وقد تكون هذه المرأة عنيفة بطبعها، ربما لنشأتها داخل أسرة عنيفة أثرت على سلوكياتها وعلى شخصيتها، فنتجت هذه المرأة العنيفة. نعم، هذا ما يسمى بالعنف الذاتي، هي عندها استعداد للعنف أصلا، بعيدا عن التربية، بعيدا عن تعنيف الزوج. فهو يكون الزوج هو الضحية. نعم، والأبناء. والأبناء كذلك. طيب أستاذ ساسي، ما تأثير وجود العنف الأسري؟ أنت من أول الحلقة تدور على هذا الموضوع. تأثير العنف الأسري على الأبناء باعتبارهم الطرف الثالث المتضرر، حتى في حال لم يمارس عليهم هذا العنف مباشرة، يعني كان العنف من الزوجة على زوجها أو من الزوج على زوجته أو كلاهما عنيف على الآخر. أكيد طبعا، هما حلقة واحدة زي ما ذكرت لسادة ربيعة، هذا المتلت المكمل للأسرة في حد ذاتها. لما يصير في نوع من الاختلال، ما فيش توافق من بين المرأة والرجل، أكثر شخصية تنضر في المشكلة هذه هي شخصية الطفل والطفلة، تصبح في مشكلة. لأن الطفل لما بيجي للدنيا هذه بيشوف سلوك معين بيشوفها قدامه، يلقى في الصراعات اللي تصير قدامه، حل النزاعات والمشاكل بالضرب والتكشيخ والتوبيخ، هذه كلها حتأثر في نفسية الطفل، تصبح شخصية في المستقبل ممكن تكون عندها مشاكل، يكون عندها قلق، عندها اكتئاب، هوس، خوف، فوبيا، توصل بها حتى مشكلة الفصام، حتى مشاكل نفسية أصبحت واضحة بوضوح شديد جدا جدا وكبير، حتى في المدارس الغياب والهروب وتدني مستوى الدراسي الموجود عند الطلبة كلها نتيجة إن ما فيش ملاذ آمن في الأسرة في حد ذاتها. يعني حتى تكون في مشكلة في الأب في حد ذاتها، وتكون في مشكلة حتى في الأم نفس تاريخها، حتأثر تأثير سلبا على الأبناء، حتصبح مشكلة. لأن إحنا بنقول إحنا دائرة العنف أول شخص تأثر بها الطفل، بعدين المراهق، بعدين الإمرأة، بعدين حتى الجوز في حد ذاتها. يعني نعم، أنت أخصائي تغيير السلوك، يعني من خلال متابعتك لهذا الأمر الآن في تغيير سلوكيات الأطفال الذين يشاهدون العنف داخل أسرهم وبين الأطفال الذين يمارس عليهم العنف داخل أسرهم، أنتم في تغيير سلوكيات هؤلاء الأبناء هل لاحظتم فرق بين الصنفين؟ في فرق، أكيد في فرق. هم يشتركوا صح أنهم يعيشوا في نفس المشكلة، لكن في فرق. لما يشاهد حاجة زي هذه، يشوف مثلا في حالة البنت لاحظت أمها نتعلم في البو، ممكن تاخذها زي الدريعة وتاخذها زي يعني زي ما يسموها في لبنة تبنى لها، لازم تكون هي شخصيتها قوية وهي تتطول على الرجل. أو الابن لما يشوف بوه انه يضرب في أمه أو ينهر في أمه بلا مؤاخذة صراحة في الكلمة هذه، حتى يلقاها زي الدريعة أو زي النقطة انه كيف يتجوز لازم يكون هو متحكم ومسيطر في البيت، حتصبح في مشاكل أكيدة في المستقبل. لأن أي اختلال أو أي ميزان، وربك سبحانه وتعالى حط ميزان في كل شيء، لما يصير في أي اختلال حيصبح في مشكلة في المستقبل. بقدر، كل شيء بقدر، بقدر وبميزان. نعم صحيح. طيب أستاذة ربيعة، خروج الطفل إلى الشارع وطبعا المدرسة قد يتيح للمتابع تتبع سلوكيات المخزنة والمتأثرة بما يحدث في البيت. أنت معلمة، هل يمكنك رصد السلوكيات الشاذة للطفل؟ نعم، بصفة معلمة وأني طبعا لصيقة جدا بالطالب، وبالفعل واجهتني العديد من الحالات مع الطلبة لما نبحث في ظروفهم الاجتماعية، وجدت هناك مشاكل عديدة داخل البيت يترجم فيها الطفل داخل المدرسة. بالإضافة ما ننسوش أن رفاق السوء، إن هو الطفل عند البيئة الداخلية اللي هي البيت، وعند البيئة الخارجية اللي هي الشارع، وعند بيئة المدرسة. نعم أستاذة ربيعة، يعني نعم. لكي نكون واقعيين أكثر، هل من الممكن يعني أن تذكر لنا بعض النماذج؟ بالفعل عندي طالب لاحظت عليه العديد من سلوكه يترجم فيها حركيا، مثل التدمر، الانفعال، لما توقف جنبه ما يتحملش من يلمسه، عنده حركات لا إرادية طول الوقت داخل الفصل، يألم من اللمس. نعم، انفعالي جدا، عصبي جدا، ما يهداش بسرعة. طبعا نتعامل معاه بطريقة خاصة ونحاول نبتعد عن أي شيء يثيره بعد ما لاحظت عليه هذه السلوكيات. لما سألت وبحثت في الوضع الاجتماعي لقيت أن وضع الأب غير مرضي، الله المستعان، والولد يطبق يعني هذه الأفعال بحذافيرها داخل المؤسسة التعليمية. الله المستعان. في طالب في يوم من الأيام مد إيد على مدرسة، لا حول، لما جيت نهدرز معاه ونسأل فيه فاسألني سؤال،
قال لي يا معلمتي انت لما ولدك يغسل لك سياره ويغير لك على شنو تقولي له؟ نقول له سلم ولادي وبارك الله فيه بما اني ام طبعا ونفرح به. قال لي ابوي يعني اكرمكم الله حشاكم في الكلمه قالت، يقول لي انت حمار، انت كلب ما تفهم في شيء. الله المستعان. يبكي بحرقه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. في حاله ثانيه نتيجه الانفصال بين الاب والام، الام متجوزه زوج اخر ومش متحمل الابناء، والاب متزوج مرأة ثانيه مش متحمل الابناء، فالابناء اصبحوا في حال ضياع. الله المستعان. استاذ ساسي، الان ذكرت لنا بعض السلوكيات الاستاذه ربيعه، نريد ان تذكر لنا ابرز الصفات وابرز السلوكيات التي يمكننا من خلالها ان نعرف ان هذا الطفل يعاني من عنف اسري داخل بيته. كويس، احنا نسمي فيها الاثار اللي هي النفسيه اللي تصير للطفل في حد ذاتها. نعم. تلقى عنده مشكله في الاكتئاب، منطوي على نفسه، ما يخلط شي حد، ما يكلم شي حد، او عنده مشكله قلق، ما يقولكش من كان واحد، ديما تلقاه قالق الطفل، هو عنده انطوائيه، عنده كراهيه الحياه. طبعا وصفت الشخصيه الاولى طبعا هي شخصيه عدوانيه للاسف الشديد، وهي طبعا مشكله كبيره كان احنا ما نعالجوهاش، تصبح عندها مشاكل تخش حتى الاضطراب، وحيخش حتى في ممارسات مشينه، ممكن تعلم تعاطي المخدرات او التدخين في سن صغيره، حتصبح فيه مشاكل. احنا زي ما قلنا بكري ديما الطفل ان هو الضحيه اللي يكون في الفصل الاسره او الطفله. وانا لاحظت حتى في حركه بصراحه يعني ما هيش مضبوطه نقولها بالليبي، لما يقل العيش والملح من بين المراه والراجل ويطلقوا، ديما تلقى ضحيه الطفل ينشوفوا يعني توصل المهانه للطفل في حد ذاتها، يسلموا في الطفل باش يمشي لابوه او يمشي لامه عن طريق مركز الشرطه. يعني هو عيل صغير عمره عام او عامين 3 سنين تعود على مركز الشرطه، يعني كانك تبني في شخصيه مجرمه، يعني يشوف المآسي. يعني معلش احنا درنا حتى دراسه على الاطفال اللي عمرهم سنه وسنتين 3 سنين لابهاتهم مطلقين، نسبه 95% سلموا فيهم عن طريق مركز الشرطه. متى العيل قاعد حاضن عند امه، الام تقول لك لا ما نسلمهاش شيء، يجيني نهار لحد نهار اثنين نهار ثلاث مركز الشرطه نسلم من العيل. يعني شوف النسبه قداش عاليه، وصلت 90% يسلموا في صغارهم باش الولد يمشي لابوه والولد يمشي لامه عن طريق مركز الشرطه. هذه تعتبر مشكله راهي كبيره جدا جدا. اضرب لك مثال اخر، انا واجهتني حاله يعني عيل صغير يعني يقرا في صف رابع ابتدائي، مسبب مشاكل كبيره بدرجه يعني لا توصف في المدرسه، تعرض للضرب كذا مره من المدرسين، تعرض للضرب كذا. اتضح من الموضوع ان الطفل هذا تربي فيه جوزة الاب، وجوزة الاب للاسف الشديد ما كانتش فيه تعامل فيه معامله كويسه، تنوض فيه الصبح ويجي يغسل المواعين باش يمسح باش يكنس الحوش باش ينظف، وديما اهانه في البيت في المنزل، ديما اهانه ديما اوامر زي ما قالت الاستاذه، يدير في امور اسقاطيه على الطلبه اللي معاه في المدرسه، يامر فيهم نظف الفصل، جيبوا لي الكراسه، اعطيه النفس، سكر الباب، معلم معلم اللي طبق عليه مرت ابوه في الحوش يطبق فيه في المدرسه العيل هذا الصغير. يعني كلها مشاكل، احنا ما عمرنا ما نظلموا العيل او نظلموا الضحيه، لان في مؤثرات وفي اسباب وفي مشاكل هو اللي خلته انه يضطرب ويندار عليه العنف في حد ذاته. احنا ديما نقول وديما نقول لكل الناس، لكل جوز او جوزه وكل الناس مقولين الجواز لازم نتوافق في الجواز. احنا مشكله الناس تدور في الاموال، تدور في الشكل، تدور في المنظر، لا بالعكس البيتيه راه لها دور كبير جدا جدا، بان الكل لازم يكونوا الاب والام اتفقوا قبل ما يتفقوا على الذهب وعلى الفلوس وعلى الصلاه، يتفقوا على التربيه وعلى التواصل. هذا شيء راهي مهم جدا جدا، مش احنا نظنوا يكونوا صغار ما عندهمش مشاكل. وبشكل عام العنف يعكس شخصيه اللي هي احنا شخصيه الانسان، تكون من ناحيه مرضيه تسبب قلق في نفسه والاكتئاب حتى في الاسره بحد ذاتها، والضعف حتى في التواصل نتاعهم بصفه عامه. نعم. استاذه ربيعه، كيف يجب ان يتم التعامل مع هؤلاء الابناء وكيف يمكن احتوائهم؟ قبل ما نحتوي الابناء لابد ان نمر بمرحله اولى هي التعامل مع الاب والام. احنا عاده حتى في المدارس دائما نطلب استدعاء ولي الامر لكي نفهم من اولي الامر اسباب المشاكل النفسيه يتعرض لها الطالب، وردود الافعال اللي لاحظوا فيها داخل المدرسه، او العنف اللي مارسه التلميذ زي ما تكرم الدكتور من مثلا سيطره على الزملاء او كثر الحركه، او احيانا مرات توصل لعمليه الاستهزاء او الاستفزاز للمعلم نفسه. فيتم عمليه البحث مع ولي الامر اولا بحيث نحاولوا نصلوا معاه لحل او لاسلوب او لطريقه نتعاملوا معها لتحسين وتعديل، ونوصل لمرحله العلاج النهائي باذن الله مع الطالب. نعم. طيب اذا لم نستطيع ان نتواصل مع الابوين، بعض الاباء وبعض الامهات يرفض التواصل مع المدرسه ومع الاخصائيه الاجتماعيه. نعم. ويرفض التواصل مع اي احد. طيب اذا لم
يكن باستطاعاتنا التواصل مع الأبوين، هل يمكن معالجة سلوكيات هؤلاء الأطفال الذين وقعوا ضحية العنف الأسري بمعزل عن آبائهم وأمهاتهم؟ هل ثمة آلية، ثمة طرائق ممكن يعني أن نتعامل من خلالها؟ ممكن علاج مبدئي يعني نعتبره داخل مؤسسة عن طريق الأخصائي الاجتماعي أو عن طريق الأخصائي النفسي، عملية الاحتواء، عملية المعاملة الخاصة للطالب، على الأقل هي عملية تعويض لأكثر ولا أقل، طالما الطالب قاعد يعيش في كنف الأب والأم وقاعد يمارس عليه العنف ما قدرناش نعزله عليه ما نقدروش نوصل للعلاج النهائي. نعم، لكن ممكن يعني أن نحد من هذا من نعم. هذه السلوكيات. نعم نعم. طيب يعني كيف يمكن أن نحتويهم؟ أنت الآن كمعلمة إذا وجدت يعني طفلا أو تلميذا وقع عليه هذا العنف وتأثر بهذا العنف، كيف يمكن أن تحتويه؟ كيف يمكن أن تتعاملي معه؟ يعني هذه رسالة نوصلها لأخواتنا المعلمات في المدارس. للأسف الشديد هناك بعض المعلمات تعالج العنف بالعنف، يعني ما فيش عملية بحث أو تقصي وراء هذه الحالة لماذا يصدر عنها هذا الفعل. تعالج العنف بالعنف، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني هو هرب من العنف الذي في البيت فوجده في المدرسة وفي مركز التحفيظ إذا كان يقرأ القرآن الكريم في أحد المساجد. نعم، هناك بعض المعلمات عندها الأسلوب أنت عندها مصاير منك، انت دماغك مسكر، انت والله اللي تديري فيه هذا تعبي فيه تعبي في روحك معه، والله ما صاير منها لا حول ولا قوه. بالعكس انا مريت بالعديد من الحالات ونقولها بكل فخر اني قدرت نوصل معهم لنتيجه، اصبح فيه تغيير في السلوك وحتى في الاسلوب في المعامله، يكفي لما نوقف عليه يقول لي انت اللي تقوليه خلاص انا نديره، اصبح في نوع من الاحترام بيني وبين بعض الطلبه في الوقت اللي كان فيه نوع من تدمر بعض المعلمات من هؤلاء الطلبة. نعم، إذن بالإمكان احتواء هؤلاء الأطفال. نعم. أستاذ ساسي، غرس القيم الأسرية الإيجابية في الأطفال من خلال المناهج الدراسية، هل من الممكن أن يكون أحد الحلول لهذه الظاهرة؟ أكيد طبعاً، أشارت نقطة مهمة جداً جداً، نحن نسوي فيها العلاج بالقدوة. لما انت ما توصلش البو والام ما وجدوا المدرسه، على الاقل المفروض الاخصائيه الاجتماعيه تدير زياره ميدانيه للاسره. ليش؟ في مشكله، في حاله لقيت الاب عنده مشكله كبيره او الاب منحرف او الام منحرفه، سامحوني في الكلمه هذه، وبدت بان ظاهره الاب المنحرف والام المنحرفه موجودين للاسف الشديد. نعم نعم. احنا نتكلم عن الواقع الليبي يعني الموجودين فيه في المدارس، احنا ما نبغى نغطوا شيء، احنا نفتحوا الابواب نتكلم على كل شيء. لازم ضروري. نعم. لازم ندير برامج علاج بالقدوه زي ما ذكرت الاستاذه ربيعه، صح بارك الله فيها. لما تغيب القدوه من الاب والام الطالب وقاعد عايش في المخاض هو يعني عايش تايه، لازم يعني ندير قدوه عليه، يعني ندير برنامج لعب الادوار يعني نسموها فيها الحسد والكرامة، نسموها فيها بالناحية النفسية أو بالدراما، نسموها فيها بالدراما. مثلا ندير برامج لعب أدوار، مثلا نقامز أنا وياه في مكان نقول له مثلا أنت مثلا مثل أنت دور البو في الحوشة وأنا مثلا ولدك فلان فلان عندي مشكلة، ترى أنصحني كيف تكون النصيحة. نعم. باهي مثلا نبدل الدور مرة ثانية، أنت دور الطفل وأنا دور كذا، اللعب نسميه بالأدوار نسموه فيه أو بالقدوة. ثاني شيء نعبوا البرامج اللي هي الترفيهية عند الطفل في المؤسسات التعليمية، شيء مهم جدا جدا، عن طريق الرسم، عن طريق الرواية، عن طريق الشعر، عن طريق اللي هي الإبداء بالرأي، عن طريق التشجيع التحفيز، شيء رأي مهم جدا جدا. الطفل عنده خصلات، باهي الطفل عنده خصلات وكل إنسان له مفتاح. انت لما تجي تنزل مستوى الطفل تكون مرن لاي مشكله تقدر توصل لحل، وزي ما قالت الاستاذه انا صح، يعني واحد من الناس كان لي شرف اني ندربهم في مدرسه الهادي عرفه، در لنا مزوز دورات للمعلمات بالكامل، بصراحه لقيت عندهم شغل بسم الله ما شاء الله، خاصه الاستاذه ربيعه وزملائها اللي وفقهم الله، يعني بصراحه يشتغلوا في شغل كبير جدا جدا مع الطلبه، خاصه في سن الاعدادي سن الثانوي، راهي سن حرجه جدا جدا، ابتعاد على الاب على الابناء، ظاهرة الحافلات اللي ترفع وتجيب من درج البو لأما سنة دراسية واصل. أنا تفاجأت من اللي فات مشيت مدرسة ثانوية جايبين البو ما يعرفش ولده لوين واصل لوين يقرأ، قال كان ولدي ما نعرفش، قال كان يخدم من الصبح الليل، ما نجي عليها من الصبح نحط له في 40 50 جنيه ياخذ المصروف نتاعه ويمشي، يعني مش معقولة، مش دور نتاعك أنك أنت توكل تشرب تلبس، وين الحنان وين الرعاية وين العطف؟ يعني شنو فيها؟ كان كل يوم ضبحت ولدي تعال يا ولدي كيف حالك اليوم؟ وين مشيت؟ شن حال اصحابك؟ وين زردت وشن درت وشن قريت؟ وهذا كله يبيه العيل، التغذيه الروحيه راي مهمه جدا جدا، مش غير ماكله وشراب. احنا هذا مشكلتنا في ليبيا اللي نعاني منها،
بصباح في الحوش ما عادش غير البو الام يربوا، وصبح التلفزيون يربي، النت اللي مدمر هالبصغار للاسف شيء تخش لمواقع تخنتبوا ما يعرفوش الاهل اللي سالوهم شنو تدير وشنو ما تديرش. نعم. القدوه لما تربي طفلك على القدوه زي ما قالت الاستاذه مثلا ما لقيتش القدوه الاب والام اللي نربيه، انا نقول ليه معلم القدوه ليه، وندير برامج تبادل الادوار، نلعب معهم الالعاب زي هما مسرحيات بحيث اني مثل معايا اي دور نجيب لي قصه حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الانبياء. نعم. على الصحابه. جميل. هذه كلها تربي الاطفال، تربي. نعم. كلها يسمعوا لك، وتلقى الخصله زي ما قلنا احنا اللي طالع من عيل اللي تايه نقدر نكرر شوفها في الاخير بحيث نوصلوا بر الامان يعني. نعم، هي في الحقيقه بقيت معنا بعض المحاور لكن انتهى. لكن في نقطه لازم نذكرها الان للاسف، في حلقه هي الاحصائيه بتاعت الاطفال اللي درنا هذه، دعها ان شاء الله، وفي الحلقه القادمه ان شاء الله نتكلم عنها. واكيد الاخوات زعلانات علينا، تكلمنا عنف الزوجه على زوجها ولم نتكلم على عنف الزوج على عارفين. زوجته. ان شاء الله نخصص لهن حلقه باذن الله. شكرا جزيلا لك الاستاذ ساسي موسى، اخصائي ارشاد نفسي وتعديلي سلوك. ايضا الشكر لك استاذه ربيعه المخزوم، معلمه ومدربه تنميه بشريه. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه الليلة. لكم مني أنا الفتوري غانم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.